طيب نقوله بسرعة على المنظر هنا. عظم الجو الابر جو عندي البريماكسيلا خلاص، والماكسيلا طبعا اللي عليها الاسنان دي كلها الاسنان، في عندي انسيسور كام انسيسور 3 وبعدين القناين. طيب الانسيسور بيبقى اصغر من القناين شويه ماشي عشان تشوف خلاص. طيب وبعدين بريمولرز والمولرز ضواحك وطواحك. في عندي عظم سقف الجمجمة، في عندي عظم النيزل، في عندي العظم الفرونتال ده طبعا باين جزء منه مش باين كامل لان احنا واخدين منظر جانبي، يبان كامل من الدورزال سايد. في طبعا الجمجمة الثدييات بتتميز بايه اسمه ايه الزيجوماتيك ارش اللي بتكون، والسكندري بلد ده هيبان من الفنترال فيو. هنا من اللاترال فيو جايب لي الزيجوماتيك ارش عباره عن ايه زيجوماتيك بروسيس، جاي منين؟ من عظمه الجوجل، والزيجوماتيك بروسيس الثاني جاي من عظمه الجوجل والسكوموز ماشي. السكوموزال طبعا اللي هي من ناحيه ورا، والجوجل بقيه العظم الفك. يبقى انا عندي بريماكسيلا ماكسيلا الجوجل، والجوجل عملت لي الزيجوماتيك بروسيس بتاعها مع عظمه السكوموزال اللي هي دي ادتني امتداد مع بيقابل الامتداد اللي جاي من الجوجل، فالاثنين مع بعض عملوا كل ده اللي هو على بعضه اسمه ايه زيجوماتيك ارش خلاص. طيب يبقى ده الاوربت كاتب عليه على فكره الاوربت منطقه الاوربت خلاص، طيب اللي هو فوق الزيجوماتيك ارش على طول. في ايه تاني؟ سقف الجمجمه، في عندي النيزل، في عندي الفرونتال والبرايتال ناحيه ورا شويه البرايتال والانتربرايتال العظمه المثلثه دي. الاوكزيبيتال ريجن باين منها اوكزيبيتال كوندايل والسوبرا اوكزيبيتال. المنطقه الجانبيه طبعا عظمه السكواموزال عملت لي زيجوماتيك ارش بتاعها. في عندي التمبانيك بولا واللي هي بتاع الجزء بتاع الميدل اير طبعا الفتحه بتاعتها على الخارج اللي هي اسمها الاكسترنال اوديتري ميدس، والتمبانيك بولا نفسها العظم اللي بيبقى جواه الميدل اير. دكتور هو في الامتحان اهم ممكن اعمل واحد اتنين واكتب ولا هو لازم اعملها كده؟ واحد اتنين ازاي يعني؟ تعملي اسهم وعليها واحد اتنين تلاته؟ طب وليه؟ قالت محدش يكتب ارقام خالص. ليه يعني؟ طيب ما تعملي واكتبي جنبها على طول حتى ما تلوطيش ماشي؟ برضه وجهة نظر. طيب المنظر ده على العينة نفسها بقى، عندي البري ماكسيلا والماكسيلا خلاص، دي طبعا فتحة النوسترل فتحة الاوربت والفورم الماجنا. المفروض ان انا عندي الانسيسورز وبعدين القناين واقع بعدين تلاتة مولرز، في واحد منهم هنا واقع، الاثنين الثلاثه التانيين اهو واحد اثنين ثلاثه خلاص دي كده الاسنان. طيب يبقى دي كل دي عندي عظمه الماكسيلا خلاص. عظمه الجوجل هنا عملت لي المفروض الحته الجزء ده امتد اداني زيجوماتيك مع اللي جاي من السكواموزال. فين عظمه السكواموزال؟ اهي العظمه دي خرج منها ده، فاللي هو الزيجوماتيك البروسس بتاعها الاثنين مع بعض عملوا زيجوماتيك ارش، ده الاوربت. طيب هنا الاكسترنال اوديتري ميتس اهي، دي التمبانيك بولا خلاص، عظم البريوتيك اللي هو وراه على طول العظمه دي، الفورامين ماجنم، الاوكزيبيتال كوندايل، سوبرا اوكزيبيتال، بيزي اوكزيبيتال الجزء لغايه هنا كده الجزء ده، والاكس اوكزيبيتال العظمتين على الجنب دول. طيب عظم سقف الجمجمه تاني، العظم النيزل اهو كل العظمه دي طبعا هو باين هنا بس جزء منها ماشي، وبعدين العظم الفرونتال اهو الحته دي، وبعدين العظم البرايتال والانتر برايتال طبعا فاصل باين اهي بين العظم التاني ماشي. ده كده اللاترال فيو. هاتي الفنترال قبله. هي بتبقى ضيقة شوية من هنا.
واحنا اصلا المشكله حلوه الايه تبذير كان فوق ده مين المتهم شفافها طيب يعني شفافها لا مش حلوه اصلا يلا يا اولاد يلا يا شباب ركزوا هنا ده البري ماكسيلا الماكسيلا علشان يتكون سكندري بلت امتد كل الحاجات دي بروسس من من الماكسيلا ومن البلاطاين خلاص اداني بليتال بروسس ليه عظمه المفروض دي الماكسيلا اللي عليها الاسنان ادتني امتداد ناحيه الفنترال سايد والميد ميد فنترال سايد ومن عظمه البلاطاين شايفين في فاصل اهو في فاصل عايش القلم الرصاص لا مش ضروري اهو لا باين اهو الفاصل ده بدي عظمه البلاطين دي عظمه الماكسيلا ولكن البروسيس نفسه هي الماكسيلا هي ليها امتداد ناحيه الميد فنترال اداني البليتال يعني النتوء الحنكي ناحيه البليتال سايد فالنتوء الحنكي لعظمه الماكسيلا بليتال بروسيس للماكسيلا والبلاطين ده بليتال بروسيس للبلاطين برضه ماشي الاثنين مع بعض عملوا لي كل الممر الطويل ده اللي هو السكندري بلا كل ده خلاص وبعدين رسمنا احنا شايفين اللفه دي ده معناه انغام في او في العظم نفسه حصل ديبريشن نزل لتحت شويه فاللي هو ده شايفين كده اللي هو ده فالعظم بقى اللي تحت عظمه الفومر في الاول خالص طب فين بقيتها مضغطي جوه السكندري بلا مغطيها ماشي هي العظمه احنا قلت لكم شيء في عظمه عاليه شويه شايفينها اه 10 دقايق كده يا دكتوره نرمين تاخدي مفتاح المعمل لا ماشي طيب دي عظمه الفومر خلاص اللي هي العظمه الصغيره دي طيب البري سيفينويد العظمه المثلثه تحتها البيزي سيفينويد العظمه الاعرض منها شويه دي خلاص البري سيفينويد اهي شايفين المثلثه دي خلاص البيزي سيفينويد اهي تحتها البيزي اوكزيبيتال بيزي اوكزيبيتال تحتها البيزي سيفينويد خلاص اللي هي مقسومه جزئين الحته دي والحته دي وبعدين دي البيزي اوكزيبيتال ماشي طيب عظم التيريجويد اللي هو ده شايفين ده 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 طيب تاني دي التمبانيك بولا الجزء اللي انتوا راسمينه ده اهو شايفين ده اللي هي الجزء ده خلاص تحتها عندي البيزي اوكزيبيتال الام هي كل دي احنا قلناها بيزي اوكزيبيتال اهي دي البيزي سيفينويد مقسومه لجزئين بيزي اوكزيبيتال اهي تحتها الاوكزيبيتال كوندايل شايفين الكبيره دي خلاص وبعدين السوبرا اوكزيبيتال والفورامين ماجنا في حاجه ما قلناهاش بس كده خلاص